بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. الحمد لله أعزنا بالإسلام وارتضاه لنا دينا وبعث فينا محمدا سراجا منيرا. سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فهو النبي الأمي الذي علم المتعلمين والذي قاد سفينة الدنيا الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الثقافي التنويري، اللقاء الرابع الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي نقدم له في مستهل هذا اللقاء خالص التهنئة وأعظم التبريكات على تجديد القيادة السياسية الحكيمة لمصرنا، تجديد الثقة في سيادته، وأن يظل وزيرا للأوقاف معنا ليستكمل مسيرته وجهده الذي نراه ملحوظا أمامنا في مختلف مساجد مصر ومن خلال ما يقوم به من أعمال تتعلق بتطوير وبناء الإنسان وبناء المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في إتمام رسالته هذه، وأن يبارك في علمائنا على أرض مصر لتستمر مسيرة العطاء والبناء ومسيرة الدين الوسطي السماحة والسلام. أيها الجمع الكريم، يسعدني في بداية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر للسادة العلماء الحاضرين معنا، الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الباسط عمارة مدير إدارة شرق مدينة نصر، والدكتور ربيع غازي مفتش إدارة شرق مدينة نصر، والشيخ ربيع اللبيدي مفتش المتابعة. وأن أتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة فاطمة الزهراء على كريم استضافته وكريم لقائه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأمسية المباركة. وأن أتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى المنصة الكريمة، إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأن أتقدم لحضراتكم جميعا بالشكر والتقدير، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضى. أيها الجمع الكريم، لقاؤنا في هذه الليلة حول الحفاظ على بناء الأسرة، والحقيقة أن هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية والخطورة، لأنه موضوع يتعلق بحياتنا نحن فوق هذه الأرض. فالأسرة قد ضمن لها الإسلام كل التشريعات التي تضمن لها الحماية والحفاظ حتى قبل أن يكون هناك تكوين للأسرة. ضمن لها من التشريعات التي تحافظ على العلاقة بين الرجل والمرأة، وأن يحفظ كل منهما حقوق الآخر، وأن يحافظ على الأبناء الذين هم ثمار هذه الحياة.
الموضوع موضوع كبير وموضوع متشعب، وحسبنا فيه أن العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام هي علاقة تحفها المودة والمحبة، وحسبها وكفاها أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه، مصداقا لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حول المزيد من هذا الموضوع وحول ما يتعلق بالحفاظ على بناء الأسرة، نستمع في هذه الأمسية الثقافية إلى علمائنا الأفاضل، ويسعدنا أن نبدأ معكم هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ذكرا
كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية عطرة تلاها علينا قارئنا الشيخ هاني الحسيني في مستهل هذا اللقاء الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من صاحب الفضيلة والمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
والتي نقدمها لحضراتكم من مسجد سيدتنا السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها هنا في حي مدينة نصر بالقاهرة. أيها الجمع الكريم، الأسرة وكما تعلمون حضراتكم جميعا هي اللبنة الأولى في بناء وتكوين هذا المجتمع، وكما أشرنا أن الإسلام أحاطها بسياج من الحماية ليضمن لها البقاء والاستمرارية وليضمن لها أيضا أداء رسالتها في هذه الحياة. ومن أراد أن يستزيد في كيفية بناء أسرته والوصول بها إلى بر الأمان مع زوجته وأبنائه، عليه أن يسترشد بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينظر إليها وأن يتخذها أنموذجا، أن يتخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم أنموذجا كأب وكزوج وكمعلم. أيها الجمع الكريم، الآن أدعو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي أهنئه في بداية الأمر على حصوله على المركز الأول في خدمة الدعوة الإسلامية بوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، ونبارك له ونهنئه على هذا، متمنين له دوام التألق والإبداع في خدمة الدعوة الإسلامية. أدعو فضيلته الآن ليتحدث إلى حضراتكم حول كيفية الحفاظ على بناء الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقام من كل موجود دليلا على عزته، ونصب علم الهدى على باب حجته. الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته، وكل موافق ومخالف في الخلق يمشي تحت إرادته ومشيئته. إن رفعت بصر الفكر ترى الفلك في قبضته، وتبصر شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر قدرته. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله إمام المرسلين وقائد الغر الميامين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران المزهران المثمران المزهران المثمران على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم رضِّه عنا، اللهم رضِّه عنا، وارضَ عنا برضاه عنا، ووضِّئنا بأخلاقه العظيمة يا رب العالمين. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الله تعالى العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي هيأ لنا الأسباب وأفاض علينا وأثاب وألهمنا جليل الخطاب وفتح لنا واسع الأبواب لنجتمع هنا في هذا البيت الطاهر، في هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل. وفي هذا المقام نشكر من أجرى الله عز وجل الخير على أيديهم لنجتمع هنا ونتدارس هنا موضوعاً له أهميته وله رهينيته وله رهينيته وله ضرورته البالغة
التي تتنامى يوما بعد يوم. ونخص بالذكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حفظه الله ورجاله الأبطال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل هذا العمل من الجميع. أرحب بحضرات السادة العلماء، وأرحب بالجمع الكريم، وأرحب بالمنصة الكريمة، وبالسادة المتابعين حول العالم. أيها السادة الفضلاء، الأسرة هي أهم وأعظم مؤسسة في العالم. إنها اللبنة الأولى، إنها اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، ولا يمكن أن تقوم قائمة لأي حضارة دون تماسك الأسرة. وهنا يحضرني سؤال كبير طويل عريض، وهو: هل تواجه الأسرة المسلمة مشكلات وتحديات خطرة؟ الإجابة نعم، يواجه كيان الأسرة سيل عارم من التحديات التي أتت وتواترت مع الوافد العاتي عبر الفضاءات الإلكترونية، وعبر منظومة الإعلام الجديد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل وسائل التقاطع الاجتماعي، وبأساليب متنوعة. حتى أمس النشأ والشباب، بل وجل أفراد الأسرة، لا يستطيعون الفكاك من وسائل الإعلام الجديد. فأصيب كيان الأسرة، وتبدلت القيم والتقاليد، وحلت علينا أيها السيدات والسادة، حلت علينا قيم غريبة ولهجات جديدة وطرق جديدة في أنماط الكلام والتعبير والحوار. فالشباب له عالمه الخاص الذي ربما لا يستطيع أحد الإطلاع عليه. لقد بدل ليله نهاراً ونهاره ليلاً. وأصبحنا أيها السادة في مسيس الحاجة إلى أن نتكاتف جميعاً ونتوحد جميعاً لمواجهة هذا الخطر الزاحف، وحتى نطلق هذه القيم الغريبة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه. ناهيك عن مشكلات الأسرة التقليدية من طلاق وتأخر في سن الزواج وصعوبات في التربية. أيها السادة، كان الغرب والشرق يغبطون مؤسسة الأسرة المسلمة من حيث مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، أي في طريقة بنائها وتكوينها واختيار الزوجين، وفي تكاملها وترابطها وتماسكها وتوزيع أدوارها، وفي سراء مخرجاتها من العمل النافع ومن النشأ الصالح النافع للإنسان والأوطان والأديان. والآن، وبعد أن تمكنت الموبايلات والإعلام الجديد بما يحمله من قيم غريبة، أمسى كيان الأسرة في وضع خطير يحتاج إلى تدخل عاجل، يحتاج علاجات جذرية سريعة ومكثفة. ومن هذا المقام فإنني أشكر وزارة الأوقاف. حسناً فعلت وزارة الأوقاف حين قررت عقد هذه الندوة في هذا الموضوع المهم، للفت النظر إليه وتوجيه الأضواء عليه. الوضع أيها السادة يحتاج إلى تكاتف شتى عناصر المجتمع وشتى مكوناته لدراسة هذه القضية الخطيرة. فأفراد الأسرة لا يجتمعون، وإذا اجتمعوا بأجسادهم وتاهت عقولهم وتاهت قلوبهم وأفئدتهم وأبصارهم وبصائرهم، تاهت في غياهب التيه وفي غياهب التفاهة، وتاه فكرهم وضاع وقتهم وجهدهم وأجمل سني عمرهم أمام شاشات الجوالات وعبر وسائل التقاطع وليس التواصل. تأثرت هويتهم وتبدلت قيمهم في دياجر الألعاب الإلكترونية الخبيثة
التي تجرهم جرا إلى سواحل المجهول وإلى بواطق الضياع. إن شبابنا أيها السادة أمسى في وضع خطير، أمسى حيث لا هدف. إن بعض شبابنا أيها السادة، وليس الكل، إن بعض شبابنا أيها السادة أمسى في وضع خطير، أمسى حيث لا هدف. انحرفت أهدافهم وانجرفت قيمهم، وإلى الله المشتكى. والسؤال هنا أيها السادة، كيف نحمي الأسرة من التشظي ومن الانهيار؟ نحميها أيها السادة بالاختيار الصحيح لعناصر الأسرة. فالحفاظ على بناء الأسرة يبدأ قبل الزواج باختيار الزوجة الصالحة، فاصفر بذات الدين تربت يداك، وباختيار الزوج الصالح، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نحميها بالمعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. نحميها بالمودة والرحمة، نحميها بالإيمان. فالفرد المؤمن هو العضو النافع الصالح في الأسرة وفي المجتمع، هو الذي يبني ويعمر ويرقي الحياة ويرقي الحضارات. إن الفرد المؤمن والأسرة المؤمنة الصالحة تمثل صمام أمان للجميع وللمجتمع الذي تعيش فيه. والفرد المؤمن أيها السادة هو الذي يحب وطنه ويحافظ عليه ويحب التراب الذي تربى عليه. أيها السيدات والسادة، نحميها بالتربية الصحيحة. جاء شاب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشتكي عقوق ابنه، فأحضر عمر بن الخطاب الشاب وقال له: لماذا تعق أباك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على والده؟ قال: نعم. قال: وما هي هذه الحقوق يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اختيار اسمه، وأن يعلمه شيئا من كتاب الله. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، فأمي زنكية لمجوسي، كانت زنكية لمجوسي، وسماني جعلا أي خنفسا، ولم يعلمني شيئا من كتاب الله. فنظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى والده وقال له: لقد عققته قبل أن يعقك. نحمي الأسرة بتوفير البيئة الأسرية الدافئة داخل المنزل. نحميها بالتحاور بأسلوب حضاري في المسائل العائلية وبمشاركة جميع الأفراد. نحميها بالخروج في أيام ترفيهية من أجل تفريغ التوتر الذي يحصل بين الحين والآخر. نحميها باحترام الكبار وأخذ النصائح منهم، لأنهم يمتلكون الخبرة والدراية. نحميها بالرحمة وإسراء العواطف والقضاء على جفاف المشاعر. نحميها بالاجتهاد في عبادة الله وطاعته. نحميها بالصبر الجميل والصفح الجميل والعفو. نحميها بترسيخ القيم الرضا والقناعة. نحميها بالإيثار. نحميها بالقيم. نحميها بنشر ثقافة الاعتذار. نحميها بشكر الله، فبالشكر تدوم النعم. نحميها بترسيخ المسؤولية وبترسيخ الإيجابية. نحميها بالصدق والبعد عن الكذب. نحميها بضبط النفس. نحميها بضبط اللسان. نحميها بسيادة الكلمات الطيبة المريحة للنفس الجابرة للخاطر التي تشع نوراً وسروراً وحبوراً. نحميها بقيمة التغافل. نحميها بقيمة التغافل. نحميها بترك الجدال والكذب. نحميها بالرفق واللين والبعد عن الخشونة والغلظة. نحميها بالبعد عن التعقيد والجمود والتشدد والتزمت. نحميها بالإحسان إلى الطفل الصغير. نحميها بالبعد عن الغيبة والنميمة. نحميها بالتسامح. نحميها بالشورى والحوار. نحميها بالفهم العميق
لطبيعة مراحل الطفولة والمراهقة والشيخوخة، نحميها بالرضا والقناعة والزهد، نحميها بالتشجيع والدعم النفسي، نحميها بالإبداع في أساليب التربية التي تتسق مع العصر ومع طبيعة كل مرحلة، نحميها بالقدوة الصالحة، نحميها بالبعد عن الآفات المولدة للمشكلات والصراعات. وفي هذا المقام فإنني أدعو إلى المسلمين، المهندسين المسلمين، إلى ابتكار ألعاب إلكترونية تحافظ على قيمنا الإسلامية وعلى قيمنا العربية وعلى قيمنا المصرية. مطلوب دراما هادفة تعيد الشباب إلى بوتقة القيم، مطلوب مبادرة قومية لحماية الأسرة من خلال دراسة مشكلاتها ووضع الحلول الناجعة لها. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على هذه الكلمة التي أشار فيها إلى أمور تتعلق بحماية الأسرة، كما استمعتم حضراتكم إليها فيما يتعلق بهذا الواقع الافتراضي وبكيفية حسن الاختيار إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي يجب أن توضع موضع الدراسة. الآن أنتقل بحضراتكم إلى فضيلة الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ماذا أصدر في سنائك سيدي غير الصلاة مع السلام الصرمدي؟ الشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في رحاب محمدي. فلئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تصفو القلوب وتهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمدي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. الشكر لله الذي هيأ لنا هذه الأسباب، والشكر لمعالي وزير الأوقاف الذي لا يألو جهداً في عمارة المساجد حساً ومعنى، والشكر للمنصة الكريمة وما عليها من علماء، والشكر للسادة الحضور علماء وزارة الأوقاف، والشكر للأحباب والأهل والأصحاب الذين جاءوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. في الحقيقة يعني كما تفضل أستاذنا الدكتور أحمد وأفاض حول أهمية الأسرة في القرآن، أهمية الأسرة والنتائج السلبية التي تترتب على انهيار مؤسسة الأسرة، في كلمتي القصيرة هذه أود أن أنطلق من الآيات التي تليت على مسامعنا في صلاة المغرب. فضيلة الشيخ هاني الحسيني يعني تلا علينا من سورة هود قصة نبي الله نوح عليه السلام. هذه قصة أسرة، لأن القرآن الكريم نظرا لأهمية الأسرة أفاض في الحديث عنها. صحيح أنه لم يذكر لفظة الأسرة في القرآن، لكنه ذكر أمثلة لها كثيرة، بداية من الأسرة الأولى آدم وزوجه، مروراً بأسر الأنبياء وأسر بعض الأشخاص. تحدث عن طريقة التعامل، تحدث عن طريقة التكوين، تحدث عن أشياء كثيرة، عن جوانب عديدة تخص الأسرة، وضرب لنا أمثلة للأسرة الناجحة، وضرب لنا أمثلة للأسرة غير الناجحة. فسبحان الله، وبين الله عز وجل كيف يكون المنتج النهائي لهذه الأسرة. يعني إذا أخذنا الآيات التي تليت على مسامعنا، قصة نوح عليه السلام هو نبي من أنبياء الله من أولي العزم،
لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى طاعة الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. بعد هذه المدة كلها، ومن ضمن من لم يؤمن بنبي الله نوح عليه السلام ولده وابنه، يعني وهذا شيء يثير الكثير من المشاكل في النفس ويشعر الإنسان بالضيق والدجر والحزن والألم حينما يكون ولدك الذي هو قطعة منك غير مضيع لك ويتبع منهجا غير الذي جئت به. سيدنا نوح عليه السلام حينما دعا قومه ولم يستجيبوا له، فكان الأمر من الله سبحانه وتعالى ببناء السفينة، وكان الإغراق بالطوفان كما قال الله جل وعلا. يرى نوح عليه السلام ابنه وهو يغرق: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فماذا كان الرد؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. عصيان لأمر والده، بل عصيان لأمر رب والده عليه السلام. طيب، إيه السبب؟ إيه المشكلة؟ يبين الله سبحانه وتعالى لنا الخلل الذي حدث في أسرة نوح عليه السلام في سورة التحريم. ماذا يقول الله جل وعلا؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يبقى هذا هو الخلل، الخلل في تكوين الأسرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا، امرأة نوح الزوجة، لأن الأسرة هي عبارة عن مثلث أب وأم وأولاد. طبعا هذه هي الأسرة في الإسلام، يعني الآن في بعض المجتمعات قد تأخذ الأسرة يعني أشكالا أخرى، السنجل مذر للأم المنفردة والعلاقات الجنسية التي لا يبيحها الإسلام ولا يجيزها الإسلام، لكن في الإسلام الأمر محدود أب وأم وأولاد. فحينما كان الخلل في جانب الأم، وحينما كانت مثل للكافرين ولم تكن صالحة، ماذا كانت النتيجة؟ أصبح ابن نوح عليه السلام عاصيا لأمر الله وعاصيا لأمر والده نبي الله نوح عليه السلام. طيب، يضرب القرآن مثالا آخر، وانظر، يذكر القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام. إيه اللي حدث؟ سيدنا إبراهيم أيضا نبي من أنبياء الله، من أولي العزم، من الأنبياء العظماء، له ابن كنوح عليه السلام، له ابن. ولكن ما الذي حدث في قصة إبراهيم؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رد عليه قال له: إيه لو واحد يعني الأيام دي عزر الله وإياكم قال لي ولده حاجة زي كده، إيه يا عم أنت حصل لك حاجة في دماغك ولا إيه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، إيه الكلام اللي بتقوله ده هو؟ لكن ما الذي حدث مع نوح، مع إبراهيم عليه السلام؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، ألف الاثنين تدل على أن الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى كان من إبراهيم ومن ولده إسماعيل عليه السلام. طب فأين القضية وأين السبب؟ الأم، أم إسماعيل هي من؟ هي هاجر عليها السلام، هاجر التي ضربت لنا المثل الأعلى في الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، التي ضربت لنا المثل الأعلى في اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى. يتركها إبراهيم عليه السلام وولدها طفل صغير في الصحراء حيث لا أناس ولا ماء ولا طعام ولا شراب، يتركها إبراهيم عليه السلام فتخاطبه: إلى من تكلنا؟ أنت سيبنا ورايح فين؟ أم ورضيعها وزوجها يتركها، أنت سيبنا إزاي؟ إلى من تكلنا؟ أنت رايح فين؟ فلم يرد عليها إبراهيم عليه السلام، فعلمت أنه أمر من الله سبحانه وتعالى، وقالت لزوجها إبراهيم: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم،
قالت إذا لا يضيعنا. انظر إلى الإيمان، إلى اليقين، إلى الثقة في الله سبحانه وتعالى. فلما كان المثلث مكتمل الأركان، الأب نبي من أنبياء الله، والأم صالحة مثال للتوكل واليقين والثقة في الله جل وعلا، حتى أننا لازلنا نخلد ذكراها كل عام في مناسك الحج التي نفعلها. أي مناسك الحج التي نفعلها؟ هي تخليد لذكرى هاجر عليه السلام، لما كان أعضاء المثلث في حالة من الاستقامة، الأب نبي من أنبياء الله، والأم صالحة مثال في التوكل والثقة في الله سبحانه وتعالى. ماذا كان الناتج؟ كان الناتج إسماعيل عليه السلام. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. إذن وكأن القرآن أيها الأحبة الكرام يريد أن يلفت انتباهنا جميعا إلى أهمية الأسرة وإلى أهمية صلاح الأسرة. فإذا كانت الأسرة صالحة كان المجتمع صالحا، وإذا كانت الأسرة غير صالحة كان المجتمع غير صالح. لذلك نجد أن الإسلام أحاط الأسرة بسياج من التشريعات، تمتد هذه التشريعات حتى قبل بداية التكوين بالاختيار الحسن، ثم بعد ذلك جعل لهذه الأسرة صفات، جعلها قائمة على المودة والرحمة كما أمر الله، جعلها قائمة على المعاشرة الحسنة، جعلها قائمة على الحقوق المتبادلة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، جعلها قائمة على المؤازرة والمساندة في أوقات الشدة، جعلها قائمة على المسؤولية المشتركة في الحفاظ على الأسرة وفي الحفاظ على نتاج الأسرة. وحينما نلتزم أيها الأحبة الكرام بمنهج الله سبحانه وبمنهج رسول الله وبمنهج القرآن الذي جاء من عند الله عز وجل، يكون الصلاح ويكون الفلاح ويكون النجاح ويكون الحفاظ على أولادنا وذرياتنا. أما إذا سلكنا طريقا غير ذلك فقل على الدنيا السلام، واسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على هذه الكلمة الطيبة التي استنبط من خلالها لطائف في كتاب الله الكريم، وبين لنا الأسرة ومكانتها، وبين لنا أيضا أساس هذه الأسرة والأب والأم والأبناء كيف يكونون، وضرب لنا مثلين متناقضين في إسماعيل عليه السلام ابن سيدنا إبراهيم وفي ابن نوح عليه السلام. يعني وهذه أمثلة طبعا تجعلنا دائما نتوقف أمامها بالفحص والدرس. شكرا له مرة أخرى، والآن ننتقل بكم إلى هذه الأدعية والابتهالات التي يقدمها لنا فضيلة مبتهلنا الشيخ معوض الفشني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغه من الشفاعة رضاه ومناه. و
وسلم تسليما كثيرا. قد بت أدعو عليم السر مبتهلا يا غافر الذنب جد لي باستجاباتي يا كاشف الضر عن أيوب مرحمة حين استغاثك من مس المضرات وصاحب الحوت قد أنجيته كرما لما دعا باجتهاد في الضراعات وصاحب الحوت قد أنجيته كرما لما دعا باجتهاد في الضراعات وبيضت العين من يعقوب وانسكبت حزنا على يوسف في فيض عبرات ومذ شك البث للرحمن عاد له نور العيون قرينا بالمسرات ويوسف السيد الصديق حين دعا في ظلمة السجن من بعد الغيابات أوليته الملك والحكم العظيم كما آتيته العلم من أسمى العنايات ومذ علمت بإخلاص الخليل غدا والنار من حولي في روض جنات وقد رفعت يمين الذل مبتهلا إليك يا ربي أرجو غفر زلاتي فامنن علي بألطاف لتخرجني من الضلال إلى سبل الهدايات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين ورحمة من الله
كثير الأنوار يا ناصر الحق يا من بك يرحمنا الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين.